Son, the Holy Spirit, one God, Amen. Our beloved, welcome to our daily meeting. We know that many of our congregation are not able to go to their work, so we want to comfort all that there are many support programs that are offered by the country. Our beloved sisters and brothers from Amber Brown Service will today explain some topics that could be of help, like unemployment, welfare, student loan extensions, small business loans, immigration taxes, motor vehicle applications. So I think this could be of great benefit to many of us. And please, if you have any questions, there will be an information of how to address these questions at that. Without further delay, I will ask Ihab Mina to start the presentation. أحب أبتدي مع حضراتكم نتكلم في موضوع يخص وشاغل كل الناس، مش بس يمكن في أمريكا ولكن في العالم كله في ظل الظروف اللي احنا فيها. وفي الحقيقة عايز أبتدي بما يعني هتكلم في محورين اتنين. أتكلم في أول حاجة في أخبار وحقائق، يعني أخبار منها بقت في ليفل إنها في طريقها إنها تبقى حقائق وتتنفذ، واللي منها حقائق وهتتنفذ الكنيسة وخدمة الأنبا برآم بالتحديد بتساعد فيها أولادها وبتقدم لهم أي سبورت هم محتاجينه، سواء عن طريق النصيحة أو طريق حتى إن إحنا نساعد حضراتكم في الفيلم أو بتاع الابليكيشن نفسه. أول حاجة في الحقيقة عايز أتكلم فيها هو الخبر اللي تناقلته الميديا كلها، واللي هو موضوع الستيميلس تشيكس اللي هتوصل لكل بيت أو لكل مواطن. الحقيقة الموضوع ده أو القرار ده أو البيل دي في طريقها أنها تجت أبروفد، هي دلوقتي جت أبروفد من الهاوسز، وستيل يعني looking for like remaining step اللي هو the important step اللي هي الابروفال from the Congress. علشان الاكسبكتيشن تبقى يعني مظبوطة، اللي دلوقتي لأنه أنا يعني بقول كلمة دلوقتي لأنه بيحصل أبديت في الحياة كل شوية، والكلمة الأخيرة هتبقى للكونغرس، إنه كل شخص هيوصله من غير ما يعمل أي أبليكيشن ولا أي حاجة، سواء بالتشيك أو على البنك أكاونت، $1,200 for whoever earned in 2018 $75,000 or less. وال child أو اللي هو whoever 17 or less is gonna have like 600 or 500. We're still not sure of that because, you know, as I said, it doesn't have, you know, a bill, you know, passed by the Congress yet. النقطة الثانية إنه طبعاً you can duplicate that if you are couple house and Wi-Fi jointly making like 150 or less. طبعاً هم هيعملوا scheduling لده إزاي إنه الناس تاخد أقل أو أكتر لغاية اللي هو هيبقوا القابل اللي هو 200,000 مش هيبقوا qualified. في كمان إنه هم هيعملوا ده برضو كل ده about to be approved tomorrow. We are not there yet. هيعملوا 600 per week extra for 4 months on the top of the unemployment. يعني كمان هيدي لحضرتك فوق unemployment 600. That's now, for now, it's just recommendation for some of the senates. It's not approved yet. إنما المهم إنه الحكومة حطت batch of يعني stimulus rules and support for federal aid for people
who never ever was eligible to any benefit. اللي هم الناس اللي دول هنتكلم عليها بالتفصيل لأن دي حاجة in hand. دي حاجة حصلت already ودي إحنا في الخدمة عندنا ومجموعة كبيرة من الخدام كتيبة كبيرة شغالة willing إنها تهلب في ده. فدي هنتكلم عليها بالتفصيل مع أخواتي اللي هيتكلموا بعدين. كمان في الـ welfare الـ state welfare الـ government ادت fund كبير إنها to support more with pump more money for that. فبرضو لو سمحتوا اسمعوا ده هتلاقوا تفاصيل كتير. من الفاكتس المهمة اللي أحب حضراتكم تبقوا واخدين بالكم منها إنها هتعزز يعني أو تقلل شوية من البانيك اللي في الناس في الفترة دي إنه الـ IRS بدل ما عملت الـ deadline بتاع الـ filing tax postponed من April 15 أنتو July 15 وده هيسيرف ناس كتير. عملت كمان حاجة أحسن بالنسبة للناس أصحاب البزنس إنها هتبوستبون الـ payroll tax اللي هو كان دو خلاص يعني next month ده نقلته إن هو يدفع 50% by the December 21st and the other 50% by 2022. فدي حاجتين قرارين دول already there. زي ما أنتوا شايفين في البرزنتيشن إنه اللي يمكن في الباك جراوند إنه موضوع الستيمولس تشيك لسه الـ IRS مش قادرة تقول إنه هو approved yet. موضوع تاني في الحقيقة يمكن ما نحسش إنه هو related ولكنه مهم جداً إن إحنا ناخد بالنا منه ونعمله صح لأنه مهم جداً وهيبقى فيه fine if you didn't do it اللي هو census. والcensus everybody received letter وعليه code. الكود ده it's gonna be your own code, you need to use it and you go online and fill out your application or your application here for the census of 2020. There is something here I would like to mention it regarding this census of 2020 that we should answer the question regarding the race. We should put white. That's as Egyptian, we are white. And then after for the second line, you will see like boxes that you can put Egyptians on that. So that's very important. Please do not neglect this letter. خبر تاني مهم انه عندنا في اخواتنا وحبايبنا ناس كتير قوي عندهم small business. small business ده دلوقتي وقف, دلوقتي shut down. طيب ايه اللي هيحصل؟ الحكومة في الحقيقة هتضخ, وده يعني برضو about to be real, انه هتضخ لل small business owner loans without interest. بس طبعا لازم البيزنس ده هم حاطين كونديشن لسه تفاصيل ما نقدرش نقولها حتى الـ IRS مش كاتبه, انما اللون ده هيساوي 250% of البيرول او الموظفين اللي هم مرتبات الموظفين اللي انت بتدفعها. وطبعا هم لهم طريقتهم انهم يتشيك الكواليفيكيشن او الاليجيبيليتي بتاعه كل واحد. فدي كمان من الأخبار المهمة جداً, تقدروا تروحوا على الويب سايت ده وتشوفوا. It's gonna be there by April, between April 1st and April 7th. You're gonna see like something real regarding this. حاجة تانية برضو علشان ما تقلقوش حضراتكم, الموتور فيكل هنا في نيوجيرسي عملت إنه whoever has expired license, he can, you know, still use it for 2 months starting March 18. Also, they offer for sure, you know, you can go and register your vehicle, and you, if you are qualified for the online driving license, you can do it also online, and they will send it to you.
من الأعباء المهمة جدا بعد كده، من الحاجات اللي كتير مننا بيشيل همها، هو موضوع المورجج والرنت. الحكومة برضو بصت للموضوع ده، فعندنا حاجة مهمة it's proven already and it is there، اللي هو الفوركلوجر والإيفكشن has been suspended 60 days from March 18. فنقدر نحسب ونقدر ان احنا لو ما عندنا من لغاية من مارش 18 لغاية ماي 18 we have this يعني ريسس ان احنا نقدر نتصرف فيها على ربنا ان شاء الله يتحنن ويغير الأحوال. ما اقدرش اقول هنا في الحقيقة وضع عام او جنرال، لانه كل واحد عنده اللندر بتاعه الفينانشال انستيتيوشن as much as he got from the federal government he gonna allow and he gonna defer like some of the interest, some of the payment. It depends. Every financial institution gonna be different on that. كل حد مأجر لو سمحت اتحاول ان انت تتفاهم مع اللاندلورد، بس please try ان انت try a letter for him ان انت تexplain وتشو ان يعني انه ما فيش امكانية لدفع الايجار يعني علشان نتفادى المشاكل. ولكن generally speaking there is no eviction, there is no courts. ما فيش اي حد هيحصل له eviction for the next 120 days. الاميجريشن من الحاجات اللي مهمة اللي حصل فيها تعطيل وcomplete shutdown for كل الoffices والconsulate والfield offices وكل ده حصل له shutdown. however الجزء المهم في الاميجريشن انه كل خاصة الاسايلم انترفيوز والاسايلم issuing of like approval that gonna be rescheduled and you're gonna receive a letter you know stating that from the your field office you're gonna notify you with that. الاميجريشن كمان فيها نقطة مهمة انه ساعات احنا بنفتكر انه اكمني انا ما انا سيتيزن ام هولدنج جرين كارد اور اتس نوت ايفن ا جرين كارد ام جاست واز ورك بيرميت. ليت مي تيل يو ذات بيفور اي موف تو ذا نيكست بوينت. اف يو هاف ليجل ستاي ان يونايتد ستيت يو ار كواليفايد فور هو وات ايفر ام غانا توك اباوت ات ان لايك نيكست 2 مينتس. انت عندك سيتيزن شيب جرين كارد ورك بيرميت of approved the case, work permit for unapproved the case. If your case is still, you know, on hold, please do not hesitate to apply for permits. That's the very important thing that you should know because of the new exception regarding the COVID-19. النقطتين اللي هيشتغل فيهم الخدام أو اللي أوريدي شغالين فيهم دلوقتي لتاني أسبوع هما نقطتين الحكومة خدت فيهم خطوات from day one. So the money is already there. So the unemployment أرجو من حضراتكم سواء كان عندنا المعلومة صح أو المعلومة يمكن مش زي ما هي، ولكن لو كنت حضرتك عندك انه الانمبلويمنت ليها كان رولز، ليها بيز يير، ليها سيرتن ايرنينج ماني، سيرنينج ايرنينج انوال انكم، they allow you even if you are not qualified regularly for this situation, for this crisis, they allow. If you have a legal stay and you have paper in the United States, please apply to the United States. And, you know, اخواتي بعد كده, they're going to facilitate that and they're going to break it down for you for whoever is going to be qualified for this. اطمن كمان الناس اللي هم already على unemployment. لو انا سبت شغلي وانا من فترة وانا على unemployment, هيخلص unemployment كمان اسبوعين. لا. They're gonna extend that until December 31st. لو كنت حضرتك ما عندكش، لو انت self-employee، لو انت seasonal employee, you're gonna be also qualified
And as I said, that's going to be explained after that. على زي ما قلت هيبتدي الخدام يشرحوا القطاعات العريضة من شعبنا وكنيستنا اللي هم هيبقوا كواليفايد علشان ما حدش يفوت الفرصة دي. ربنا يكون معك. تفضل يا جين. بنعمة ربنا أنا حابة أطمن ناس كتير قوي النهاردة في كنيستنا اللي هم شغالين سيلف إمبلوي أو أوبر أو ليفت أو أمازون درايف أو حتى تاكسي درايف، اللي كانوا شغالين على الفود تروكس، ايربورت ترانسبورتيشن. الناس دي كلها اللي اضطرت حتى تشتغل بارت تايم أو قللوا لهم عدد ساعات العمل، محدش يقلق. الأول ما كانش هيبقى كواليفاي إن أنتوا تقدموا على الـ unemployment، بس طبعا نتيجة الكورونا فيروس والأحداث اللي بمر بيها البلد، فالكونجرس وافق إن الناس دي كلها تقدم على unemployment، بس هيكون بحد أقصى 39 أسبوع من ساعة ما تقدموا، وهيخلصوا في December 31st 2020. اللي هيقدم هياخد بحد أدنى 50% من متوسط دخله الأسبوعي. كمان الهاوسز وافقوا على إن هم هيزودوا الـ unemployment $600 weekly، يعني كل أسبوع هيزيد $600، ده لحد July 31st 2020، وده هيتطبق على كل الناس اللي كانت مقدمين unemployment، وبما فيهم الدرايفر والأوبر والأمازون والليفت وكل الناس اللي احنا اتكلمنا عليهم. حاجة كمان حابة اطمن الناس عليها، ان الهاوسز وافق على ان هو يمد unemployment لكل الناس اللي كانت مقدمة قبل كده وقربت unemployment بتاعها يخلص او حتى خلصت، هما هيمدوا 13 اسبوع للناس دي كلها تاني. اخر حاجه حابه اكد عليها علشان تبقى عارف ان انت كواليفاي ان انت تجا ابروفد ولا لا، في لازم تكون مفايل 1099 لسنه 2019 او 2018، او على الاقل تكون عامل $200 per week for 20 weeks، او تكون عامل $10,000 في السنه. كل ده هيبقى لو انت بتعمل اي حاجة من الحاجات دي هتبقى كواليفاي ان انت تاخد unemployment، مش عايزينك تقلق خالص. واي حد حابب يقدم على unemployment هيلاقي اللينك في اخر الصف. لو حبينا نتكلم عن seasonal jobs هيبقى عندنا في حاجات كتير قوي بتندرج تحتها، بس اهمها نتكلم عليها لان بتمثل قاعدة عريضة من الكوميونيتي بتاعتنا، هي substitute teacher. والسبستيتيوت تيتشر عندنا هنا في حاجتين مهمين قوي، في ناس دايركت هايرد على البورد نفسها، وفي ناس اتعينت عن طريق شركة تانية. الفرق ما بين الاثنين اللي على البورد بيبقى اجراءاتهم والبروسيس بتاعتهم في الانيمبلويمنت تبقى اسرع شويه، بس برضه احب اطمن الناس اللي هي متعينه من خلال شركه ما تقلقش، لان الموضوع بس هو الفرق هيبقى في انترفيو مع الامبلوير ومع الشخص نفسه والانيمبلويمنت ديبارتمنت، فما حدش يقلق، هو بس هتبقى في وقت بسيط زياده. دي حاجه. الحاجه الثانيه، وانا عشان ابقى كواليفايد للانيمبلويمنت في شرطين مهمين زي ما وضحتهم جينا، دول بينطبق علينا برضو. اول حاجه لازم يبقى دخلي اقل حاجه مينيمم $200 ويكلي فور 20 ويكس، او 10000 مينيمم 10000 فور ذا لاست يير. بس برضو اللي مش كواليفايد للشرطين دول هيقدم وما يقلقش، ولازم يبقى مطمن كلنا هنقدم. وفي حاجات كمان احب ااكد عليها اتقالت قبل كده بس انا برضو احب اعيدها واعيدها لكم بوضوح. يا جماعه unemployment extended till end of December، فما حدش يقلق. ولو انا كمان انا عامل unemployment والunemployment بتاعي قرب يخلص، ما اقلقش، هي برضو extended لحد اخر ديسمبر، فما حدش يقلق من الموضوع ده خالص. وكمان هيضاف $600 اسبوعيا، هتبقى ويكلي، هتبقى قادر الانيمبلويمنت بتاعك وهتبقى بصفه اسبوعيه. تاني احب ارجع بس ده اسف، ده هينتهي لحد اخر جولاي. $600 دول اخرهم اخر جولاي. واحب اقولك واشجع الناس كلها حتى لو مش كواليفايد كله يقدم، وارجوكم وانتوا بتقدموا خلي بالكم من كل سؤال بتجاوبوه، من كل حاجه بتجاوبوها. لو عندكم اي سؤال احنا تحت امركم، وصلوا معانا احنا ممكن نساعدكم. لو انتم مش عارفين تعملوا الابليكيشن واللينك قدامكم على الشاشه،
لل unemployment department. بالنسبة للوفير مساعدات المادية والعينية اللي بتقدمها الحكومة للأشخاص اللي هم محدودين الدخل أو معدومين الدخل in general، في شريحة في الأول كانش الحقها تقدم على أي kind of benefit من الوفير عشان الانكم كان عالي ومش حقهم ياخدوا أي حاجة مساعدة. دلوقتي بسبب التغيرات اللي حصلت في ناس الانكم بتاعها قل، في ناس الانكم بتاعها كله مش موجود، فتقدر تقدم على المساعدات اللي ما كانش من حقها فيها الأول. من ضمن المساعدات ديت اللي هي الفود ستامب اللي هو سناب. الفود ستامب دوت عبارة عن مساعدة بتقدمها الحكومة للناس اللي دخلها قليل ما يقدرش يكفي الاكسبنس بتاعتهم كلهم، بيعتبر مساعدة في شراء الحاجات اللي هي الأكل الجروسري. في نوع تاني من المساعدات برضو اللي هي تنف، ديت نوع من المساعدات اللي هي تعتبر كاش اسيستنت للناس اللي ما عندهاش دخل خالص او الناس عندها دخل بس ما يقدروش برضو يغطي الاكسبنسز بتاعتهم بس اقل من الانكم اللي هو مسموح لي بالنسبه للكاش اسيستنت. الناس تقدر تقدم على الكاش اسيستنت ديت في اسر عندها اطفال او عندها حد بياخد اس اس اي انكم. الاشخاص اللي في الاسره اللي ما بتاخدش الاس اس اي تقدر تقدم برضو على الكاش اسيستنت دوت، بتقدر تاخد على اس اس اي امين، تقدر تاخد كاش، تقدر تاخد فود ستام، تقدر تاخد ميديكيد. ديت الأسر اللي عندها أطفال. في بروجرام تاني برضو اللي هو جنرال أسيستنت للأسر اللي ما عندهاش أطفال، مثلا كابل ما عندهمش أطفال أو واحد سينجل مش متجوز، يقدر يقدم على الجنرال أسيستنت دوت، بيديله برضو فود ستام، بيديله كاش، بيديله برضو ميديكيد. في بروجرام تاني اللي هو نيو جيرسي فاميلي كير، ده هو بيسيكلي اللي هو الهيرث انشورنس دوت، أي حد يقدر يقدم عليه اللي هو اللي عندهم أسر أو ما عندهم أطفال ما عندهمش أطفال يقدر يقدمه اللي هو على النيو جيرسي فاميلي كير اللي هو الهيرث انشورنس. في بروجرام تاني خاص بالنسبه للناس اللي هم مقدمين على الاسايلم، بس لازم يكون جات لهم الموافقه بتاعت الاسايلم من الكورت، يعني مش يكونوا قدموا في الكورت وبس، لازم يكون جالهم الحاله اللي هي جراندد فاينل جراندد من الكورت. يقدروا يقدموا برضو على البنفيت ديت، ياخدوا برضو كل المساعدات، يقدر ياخدوا كاش اسيستنت، يقدر ياخدوا ميديكيت، يقدروا برضو ياخدوا فود ستامب. بعد 8 شهور من هما ياخدوا المساعدات ديت يقدروا ياخدوا مساعدة في الإيجار، دي حاجة تاني خالص. بعد 8 شهور ما يقدرش ياخدوها، في نفس الوقت بيقدموا على الفود ستام. في emergency assistance program الاليجيبل اللي هو emergency assistance program ده هو بيكوفر مساعدة في الإيجار. في ناس مثلا كانت تشتغل فقدوا الشغل بتاعهم، فقدوا الانكم بتاعهم، مش قادرين يدفعوا إيجار خالص، مثلا هم بيقوا 2 months او 3 months او whatever لللاندلورد، الويلفير بيساعدهم ان هم يدفعوا الايجار دوت. في ناس مثلا عايز تعزل من مكان لمكان، الويلفير ممكن يقدر يساعدهم يدفعوا سيكيورتي ديبوزيت، ممكن يساعدهم ان هم يشتروا عفش، يقدر يساعدهم ان هم لو في فاتوره كهرباء وغاز عاليه ما يقدروش يدفعوها، برضو الويلفير under emergency system program ممكن يساعدهم ان هم يدفعوا برضو الاكسبنسز دي كلها. في بروجرام تاني اللي هو هوم انرجي اسيستنت دوت، اللي هو الناس اللي حصل ضرر في الانكم بتاعهم مش قادرين يدفعوا فاتوره الكهرباء والجاز واتكومت عليهم وجاي لهم شات اوف نوتس دوت، ممكن تساعدهم برضو في دفع الفاتوره بتاعه الكهرباء والجاز لفتره معينه لغايه ما يقدروا ان هم يدفعوا الفاتوره دي من حقهم من بنفسهم. في نقطة عاوزة أنبه عليها قبل ما موف لحاجة تاني، الناس اللي عندها حالات already active الويلفير عمل extension للحالات دي 6 months، يعني الناس اللي عندها مواعيد مثلا خلال الفترة الجاية ديت ما تشغلوش بالكو خالص، don't worry، ما تخافوش الحالة هتقفل عشان ما رحتوشي، هم already الstate عمل extension 6 months لكل الحالات القديمة الهود ستام أو ميديكيت أو الكاش، لأن أغلبية الأوفيسز بتاعة الويلفير قافلة، فما فيش كوميونيكيشن مع البابليك، ما فيش كوميونيكيشن مع الناس، فما تشغلوش بالكم بالموضوع ده خالص، البنفيت بتاعكم هيخش لكم أول كل شهر لمدة 6 شهور لغاية ما كل حاجة والأمور تتعدل تبقى مظبطة، هتتبعت لكم مواعيد تانية عشان تشوفوا السوشيال وركر بتاعتكم. لو حبيتوا تعملوا فون كولز للإيجنسي ممكن ما تلاقوش حد يرد على التليفونات برضو،
مش مشكلة، كل حاجة متظبطة وهم البنفيت كله موجود لفترة 6 مانث. في اثنين بروجرامز للناس، البروجرامات اللي اتكلمنا عليها في الأول ديت دي خاصة للناس المعدومة الدخل أو الناس اللي هي دخلها قليل جدا. في اثنين بروجرامز للناس اللي هي دخلها اللي هي العالي قوي ولا 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 لو قوي. الناس اللي هي دخلها عالي قوي امين مش ملحقهم اي حاجه من بنفيت دي. الناس اللي هي دخلها زي ما بنقول نص نص يعني مش ملحقه ويلفير، في بروجرام خاص برضه رينتال اسيستنت اسمه الشوش اللي هو اس اس اتش. البروجرام دوت بيساعد الناس اللي هي مش اليجيبل للويلفير، بيساعدوهم برضو في الإيجار، بيساعدوهم برضو في السكيورتي ديبوزيت، بيساعدوهم برضو في فاتورة الكهرباء والغاز. بس دي وان شوت ديل يعني وان تايم اونلي، از نوت لايك ان جوينج افري مانث. بس الاذر بروجرامز اللي كنا بنتكلم عليها قبل كده ديت لايك ان جوينج لغايه ما الكلاين يبقى سيلف سفيشنت، لغايه ما يبقى قادر ان هو يمانج الفاينانشال ايشو بتاعه بنفسه. ممكن توصل الويلفير كيسز ممكن توصل لسنتين، يعني ممكن يقعدوا سنتين ياخدوا مساعدة من الويلفير إذا كان كاش أو فود ستام. في بروجرام تاني خاص للناس اللي هي الانكم بتاعها عالي بمساعدة الكهرباء والجاز، واحد فيهم اسمه ترو تي ار يو اي، والأذر تاني اللي اسمه نيو جيرسي شير، دوت للناس اللي هي دخلها عالي شوية تقدر تاخد مساعدة برضو في فاتورة الكهرباء والجاز. واي حد محتاج اي مساعده في الابلكيشنات في اللينك موجود من تحت، ممكن احنا تحت امركم لو اي حد عاوز مساعده ان احنا نعمل له ابلكيشنات اونلاين احنا موجودين، وهيبقى في تليفونات وفي ايميل تقدر تتواصلوا فيها من خلالها. عايز بس اراجع بس قبل ما ننهي كم معلومه. احنا دلوقتي في ازمه والاخبار يمين وشمال، فانت بتجيب معلومتك دي منين؟ لو بتجيبها من الفيسبوك، الفيسبوك ده مش مصدر موثوق منه. لو بتسمع من اصحابك او من ناس مثلا عملوا unemployment قبل كده، انت ظروفك غير ظروف حد تاني، فانت كل واحد ظروفه مختلفه. انت بتجيب معلوماتك من مصدر موثوق منه. النهارده كل يوم وكل ساعه في معلومه جديده وفي حاجه جديده بتحصل. فإحنا حتى المعلومات اللي إحنا قلناها في البرزنتيشن بتاعت النهاردة ممكن بكرة يضاف عليها حاجات جديدة. فعشان كده إحنا خدام الأسرة الأنبا برام مجموعة كبيرة بنتابع بصفة يومية إيه اللي بيحصل، وبنجيب المعلومة من مصدرها ومتأكد إنها معلومة موثوق فيها، ودايماً بنعمل أبديت. وعشان تبقى الأبديت دوان يكون يوصل لكل الناس، فإحنا هننشر على موقع الكنيسة كل اللينكات الخاصة بالبنفيت في مكان واحد. ادي موقع الكنيسة موجود اهو www.smandsm.org. وكمان في اول البرزنتيشن على اليوتيوب لو تلاحظوا في الكومنتس هتلاقوا انه كل اللينكات اللي احنا قلناها النهاردة موجودة، وهنحطها كمان على الويب سايت. الحاجة الأخيرة عايز أقول لكم عليها إن موقع الانيمبلويمنت وكل المواقع، معظم المواقع بتاع البنفيت في زرار ترانسليت بيكون في يوجوالي في التوب رايت، إنك أنت تدوس عليه وترجم الصفحة بالعربي عشان تقدر تفهم إيه اللي بيحصل لو عندك معلومة ناقصة. ده على موقع الانيمبلويمنت ومعظم المواقع. إحنا كمان شغالين على شرح الانيمبلويمنت خطوة بخطوة، وبإذن المسيح في خلال الأيام اللي جاية هتلاقوه على موقع الكنيسة بالصور ازاي تقدم على الانبلويمنت لو حد احتاجه. بكرر تاني يا جماعة، بنشجع كل الناس انها تقدم. الحكومة عايزة تدي الناس فلوس للأسباب بقى سياسية وأسباب اقتصادية وعشان كساد، فكله يقدم. اللي قدم قبل كده على الانبلويمنت القوانين دلوقتي مختلفة، ما تقولش أنا مش إليجيبل، ما تقولش أنا لا أصلا أنا دخلي عالي، أصلا أنا قدم وشوف. حتى لو انت بارت تايم، حتى لو انت لو انت في الشغل عندك ريديوس الاور، بقى ممكن تشتغل بخمس ايام نزلوك لاربع ايام او ثلاث ايام، في حاجه اسمها بارشال امبلويمنت ممكن تقدم. طالما بتقول الحقيقه مفيش مشكله، انت قدم وهو الموقع هيقول لك انت اليجيبل ولا مش اليجيبل. وكل واحد بكرر كل واحد حالته مختلفه.
لو هتبصوا على الشاشة معايا هنا ده الإيميل بتاع خدمة خاص بخدمة الأنبا برام. لو أي حد عايز يتواصل مع خدام الأنبا برام بسؤال أو باستفسار أو بمساعدة smambaabram@gmail.com من غير أي فواصل، وده رقم تليفون 973-988-3640، ممكن تبعتوا مسج أو تتكلموا على التليفون وإحنا هنرد عليكم. ما تقلقوش، هي أزمة وهتعدي، ربنا معاكم كلكم، وهسيب الكلمة لأبونا. ربنا عوض إخواتنا وأخواتنا في خدمة الأنبا برام على محبتهم، وزي ما هم قالوا هم نفسهم يشجعوا، ما تترددوش إن أي حد عنده استفسار أو سؤال ما تترددش تتواصل معهم من أجل الخير، وربنا يكون معنا جميعا. وننصرف عشان نبتدي اجتماع الصلاة بتاعنا. نصل يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الأرض، لا تدخل ربنا يكون معكم.